بسم الله. دلوقتي لو انا شغال في لوحه وفيها مكرر اكتر من مره، وانا عدلت حاجه في الجريد دوت، فعايز اتغير في كله. يعني فرض مثلا ان انا عندي ليفل 1 ده مكرر، تمام، اعمل له دوبليكيت ومكرر مره كمان، تمام، وانا في واحده فيهم جيت عدلت حاجه في الشكل. هنا لقيت مثلا ان دي المفروض تبعد شويه كده، تمام، او ان دي مثلا محتاجه ان انا اخليها بالشكل دوت. اي تعديل مثلا شفته ضروري يتعمل في اللوحه، تمام، فعايز التعديل ده يحصل في كل اللوح في نفس الوقت. بعمل ايه؟ بعلم على الجريدات، تمام، واجي هنا واقول له انا عايز التعديل ده يحصل في الفيوهات ديت، تمام، واقول له اوكي. التعديل اللي انا عملته دلوقتي لما تيجي تفتح اي فيو فيهم تلاقيه اتعدل نفس التعديل ونفس الحاجات في نفس الاماكن، بحيث ان اللوحة كلها تطلع متناسقة مع بعض.